الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على هيا نسلم. هيا هيا للفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من أعظم أعياد الإسلام، والجمعة للجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام، وهي في حق الفقراء والمساكين بمنزلة حج بيت الله الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحابته وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم وإن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح إلى المسجد فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة،
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضه. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، توبوا إلى الله تعالى قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا، واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، من عامي هذا إلى يوم القيامة. فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودا بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له، ألا ولا زكاة له، ألا ولا صوم له، ألا ولا حج له، ألا ولا بر له، حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة وابن عمر أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره يقول: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. فعليكم بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فإنها متاع قليل عما قليل يفنى، والآخرة خير وأبقى. قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة، وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه، وقال تشريفا لنبيه وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وفي رواية: ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا، ومن صلى علي ألفا زاحمت كتفه كتفي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا، تجد ذلك عند الله هو أعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين، الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور، وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب، وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان، وعن باب مدينة العلم ليث بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب، وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية. اللهم انصرنا بهم، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين، ودمر أعداء الدين،
واجعل أموالهم وزراريهم غنيمة للمسلمين، واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين، ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء، طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة، واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيره. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غذاء نحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكر، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوي، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر، الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام على رسول الله. The blessing of Allah and offering the blessing and peace upon the beloved Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Greetings to all of you and thanks to all of you for the welcome, warm welcome I received from everybody among you. Two things. First, weekend. Juma, very late because we don't know the time, and we're waiting for Imam Bai to call upon us to come, and he called at the right time at 2 o'clock, and that's the time of prayer, and we're just waiting for him. But Juma, if it is left only to say Friday Juma and say Asr, then call for Maghrib, still is Juma. That's why Alhamdulillah for that. And we apologize for being late. And second thing, this khutbah talk mainly about Salah and Salat al-Juma, especially. It narrated the khutbah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in which he said, Tubu ila Allah qabla an tamut. Repent to Allah before your death. Four things in your life you should take the opportunity of having them. Life before death, healthy before getting sick, wealthy before you get poor, and being young before you get too old, not to be able to do anything. وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا. Hasten to the good actions, righteous deeds, before you will be too busy. Too busy with sickness, maybe too busyness with wealth surrounding you. وَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَصِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ. And remember your Lord plenty. Just to be connected all the time to your Lord. Because whenever you say Allah, Allah will mention your name wherever you are. In the Quran, he said, "Fazkuruni yazkurkum." Remember me, I will remember you. And in the Quran also, "Nasawu Allah fa nasiyahum." They forget of Allah, Allah forget of them. If you want to be remembered at the presence of Allah continuously,
do what the Prophet used to do. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أوقاته. The Prophet used to remember Allah throughout his lifetime. Do that. If you eat, say Bismillah. If you drink, say Bismillah. If you finish, say Alhamdulillah. Put in your clothes, Bismillah. Get out, Bismillah. Remember Allah throughout. Then shaitan will be away from you. They said two shaitan, they met together. One of them is very huge, like giant, and the one very small. And they discuss, why you are too small? Said, because my man, or the person I'm going with, any action he take, he will say Bismillah. He will mention Allah, so I will be taken away. I will be away. If he eats, he will say Bismillah. I will not have the chance to share it with him. If he drink, if he goes to his wife, Bismillah, I will not have chance to say, to make love with him at the same time to his wife. That's why I'm too small. The other man giant. My man never mentioned Allah in any action. If he eats, I eat with him. If he drinks, I drink with him. If he goes to his wife, I go to his wife with him. That's why I am okay. And don't forget that. Mention Allah everywhere, in every action. Then Allah will be with you. If Allah is with you, you are covered in this life and in the hereafter, inshallah. وَكَسَرْتِ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ. Give charity, plenty, openly and secretly. Because sadaqa is protecting you, is increasing you. Every day there are two angels. One of them is praying for people giving their money for the sake of Allah. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. That's his prayer. The other one is saying, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Him who give his money continuously for the sake of Allah, for Allah replace it for him. Our Sheikh used to say that if Allah accept the prayer, you see the money, everything, khuluf, khuluf, everything coming to him, just like the word, khuluf, khuluf. And him who's keeping his money, every day he will be having problem, disaster, steal, theft, fire, people coming to hold up him and get his money by force. If you give it to Allah, Allah will keep it for you. And on this point, I will take the chance to remind you the mosque and building it. If you build a mosque for Allah, Allah will build a house for you in paradise. When I call on people to come and donate for the mosque in Medina Kaula, I just told them few words. I am saying it to you. These houses, they mention our name, that we own them in the certificate. In 50 years' time, none of you will be here. All the houses will have new owners. And you don't know whether the new owners, they will mention you in there or not. But if you put your dime, your dollar, in the house of Allah, it will be for you there forever. Yes. Forever Allah will be paying you for that. And ownership of the house of Allah will never change. It's for Allah. Allah is here. He will never die. Everybody will die but him. Then whatever you do for him, it will be there for you.
based on that. Donate your money. Just invest. Invest your money, I would say. In the house of Allah, it will be for, it will be there for you. Myself, I will donate $1,000 for the masjid. Yes. In the masjid of Medina, I had collected money to build my house, but in the end I said, let me put it in the masjid. If the masjid is over, I will have money to build my house. That's what I did. And I never regretted it. So, we are encouraging you to invest your money here to the masjid. It's very good business. A business never fails. If you do one, Allah will make it 10 for you. He may make it 1 to 70, 1 to 700, 1 to no limit. And that's what we're praying to Allah to accept our donation and to pay 1 to no limit for all our actions, all our contribution for the sake of Allah. Once again, I'm praying for Allah to guide all of us to the right path, to the path of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. All the ways, as I said the other day, blocked. No way out except the way to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam and follow his sunnah, follow his tariq. That's the only way which is remaining today and to forever. Allah bless all of you and give you strength, wealth, health to participate in this excellent action, the action of having a mosque for Allah. After having a mosque, be careful of your heart. The mosques are the houses of God on earth. But if you want to know the place of God in your body, that's your heart. Allah says in the hadith, in the holy hadith, I cannot be fitted neither in heaven nor in, on earth, but in the heart of my servant who is a believer. If that is the place for Allah, make sure that it's clean all the time. That's why in the prayer of Sheikh Ibrahim radiallahu ta'ala, he used to say, may Allah fill our heart with his love, with Allah, and fill our hands with this worldly things. If the hands are full of dunya, the heart full of Allah and loving Allah, that dunya will never harm you. Throughout your lifetime, make the heart clean. And know none but Allah. I remember Sheikh, whenever we went to visit the mosque of Sidna Hussein, the grandson of the Prophet in Egypt, if they brought to him the hair of the Prophet, said, put it in my heart so it will be clean. The piece of the clothes of the Prophet, put it in my heart. The stick of the Prophet, put in my heart. The Quran of Usman, the Quran of Ali, written by them, put it in my heart. So, and for sure Allah accepted his prayer. During his last days, his doctor, whenever he came to check on him, said, very strange, his body is sick, his heart is clean. He worked for that, and Allah gave it to him. Likewise, if we work for it, Allah will give it to us. As-salamu alaykum. Takbir! 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 Let's make dua for Sheikh. Wallahi, it's always a pleasure and honor to have him. I said to him, Imam, if you come at 4 o'clock, we celebrate for Juma. Your khutbah is worth waiting for hours and hours. We love him, wallahi, we love him, and he knows it. Let's all you. Alhamdulillah. Shukran, Sheikh. Alhamdulillah. You love us too. We love you more. I thought you went to London.
فارغة for the ناس اللي استعدل فارغة for the SLCC for long life and prosperity. How are you? Good. Good to see you.